كلام الرباط خديجة. صباح الخير خديجة. صباح النور اختي دنيا. مرحبا. بارك الله فيك. واشر مبروكة. الله يبارك فيك. رمضان كريم عليك وصحة. سلامة. هذا نهار كبير هذا. وفتحنا. التليفون. هذا نهار ماشي غير كبير وغليظ. بارك الله. دغيا دغيا. مرحبا لك. مرحبا. كنسلم على الضيفة اللي معاك على الأخت اللي معاك بزاف كنشكرها. تبارك الله عليها. الله يبارك فيك. مرحبا. في الدنيا غادي نعطيك واحد الكاطو لي غوشي بكاوكاو والزبيب كيجي زوينه هذا دائما كنديرو في الاعياد. مرحبا. ونجرب وعزيز عليا. اها. نتقاسمو معاكم. مرحبا. عندي 400 غرام ديال الكاوكاو بلدي كاوكاو داك الصغير الحمر. اها. كنفضلو كاوكاو 400 غرام كاوكاو بلدي محمر ومفسخ ومهرمش رقيق. 150 غرام ديال سنيده هي تكون رقيقه دائما في الحلوه. اييه. وثلاثة ديال بيض البيض يكون صغير ما يكونش داك الحجم الكبير. ومية غرام ديال الزبيب مقطع صغير. اييه. وربعة المعالق كبار ديال الشوكولاتة فيرميسيل داك الكحل. وشوية ديال الفاني. واحد القريصة ديال الملحة. هادشي اللي كاين في المقادير. والطريقة كنضربو بيض البيض مزيان اونيج مع شوية ديال الملحة. تيوقف وكنزيدو له واحد شوية الفاني. نعم. ومع سنيدة. شوية. نعم. كنضربوه وكنضربوه حتى يوقف وكنديروا الخليط هذاك ديال الزبيب اللي قطعناه والكاوكاو والهرماش وهذا الزبيب كنخلطوا الخليط الكاوكاو من تحت للفوق. نعم. والشوكولات الفيرميسيل كنخليه هو التالي هو الاخر باش ما يتخلطش يدوب. كنخلطوا داك الشيء من تحت للفوق بالمعلقة هكذا. راه كيجي الخليط عرفتي بحال كريمي وعاقد. وغادي تاخذ شي الفريزير في واحد لاطا ديال الفران وغادي تشد ديك الخليط بمعلقه وغادي تحاول تهز غير شويه نفس القياس بعينيها عينيها ميزان غادي تشد نفس القياس وغادي ديرو في اللاطا وتشكلو دائري هكذا. راه هو ساهل كيجي كتشوف بعينيها وتقاد ودير واحد الزبيبه الفوق الوسط. واحد الزبيبه كديرها وسط ديك الدائره وكتدفعها الفران يكون سخون والحراره مهيله. نعم. راه دغيا كطيب وما كتعطلش كتجي مهلكه من الداخل اختي دنيا. وبصحة وراحة. كتجي زوينه ونتمنى ان شاء الله مره اخرى نبقى نشارك ان شاء الله. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بك السيدة. وصدقيني كنهضر معاك دابا وانا بحالي كنهضر مع اختي ولا مع اختي. وحنا راه ما فيناش ديك. مرحبا. مرحبا بك. مرحبا. بارك الله عليك. وكنتمنى واحد الطلبه اختي دنيا. اييه. انا راسي عليا. مرحبا. خلي لك الصحه.